واحب اوجه لوالدي ووالدتي، انا مقصر وياهم وكل عام وهم بخير. الله اخويا الكبير واثق. طبعا احلى تحيه اعزائي المشاهدين، انه من قال؟ قال انا مقصر ويا الوالد ويا الوالده، حتى هذه له قعده، لانه الوالد هو الوالد اعزاز. والله مقصر وياهم. ليش مقصر وياهم؟ مش عجب بشغلات بسيطه يعني. يعني هو تعال اقول لك انت، انا ما مقصر بس شنو احس نفسي مقصر. لا انت من قلت مقصر معناته اكيد وصلت المرحله انت حاسب نفسك غلطان باتجاه الوالد والوالده. اكيد فالوالد والوالده ماكو عزم عندهم، اكيد ولذلك اذا دير مالك عليهم الله سبحانه وتعالى راح يعلم شانك ويحفظك ويعلم مقامك ودائما في اعلى المراتب، لان الوالد والوالده من بعد الله سبحانه وتعالى مو هم الرب الثاني. اكيد والله. فلذلك دير مالك لازم. شو اسمه ابو من سيد الوالد؟ ابو واثق. ابو واثق تحياتنا لابو واثق والابو واثق ومواثق، انه يرضون على واثق الكبير. انت شو اسمك؟ انا كرار. كرار يعني ان شاء الله ما تزعلون على كرار، لانه ظرف العيشه واللي مر بيها، لكن ما يمنع انه لازم يزوركم. أكيد. يزوركم ويدير بالك عليهم. تمزوج؟ لا على راسي والله. تمزوج؟ لا ان شاء الله عن غريب. انت ما مزوج وما داير بالك على الوالد والوالده؟ لا داير بالي بس احس نفسي مقصر وياهم. بس اتمنى ان شاء الله بعد ما مقصر. اكيد. يقول من اعترف بذنبي لا ذنب عليه. من خلال قناتكم وانا خادمهم. الله يسلمك. شعورون بالخدمه. الله يسلمك. لا والله تروح لهم وصالحهم. اكيد. حتى العيد الثاني من يجي قاعد تقول انا ترى راضين علي. اي بس انا ما زعلان وياك ترى. ما زعلان ولا هم زعلانين. بس انت ايش قد حلو من قلت؟ اي والله الصراحه هي المواصله ترى اليوم صله الرحم مريوده. صحيح. كيف اذا كان الوالد والوالده في الوالد والوالده الاثر كبير. صحيح. مو والله كلام. وبعدين صحيح. انت من تتوفق من تحس الوالد داير بال عليك. أيوة. حتى بالدعاء. أيه. أكيد. بالدعاء اذا يدعين لك. أيه. بالخير وبالستر والصحه والعافيه هو ام واثق سيد الوالده. أيه. هو انت هي شهاده من عندك. احسن شغل. اي بالله فتدير بالك عليه وخليهم بعيونك. لا والله على راسي. انا حبينا نسلم عليك وناخذ من وقتك.